انا ادين كل من يقتل اي مواطن بدون حتى في الاعدام ما تعرف موقفي ربما. انا هذا ندينه، التعذيب ندينه ما الى ذلك. اما انا الوضعيه الداخليه نتاع الشعوب ما نتحدثش عليها طالما اني ما عنديش معطيات ولا طالما اني شكلف. انا حزب سياسي وفكر سياسي، نقول اللي مش معقول ان تونس بالديمقراطيه نتاعها التنميه نتاعها اقل من مصر اللي ما فيهاش ديمقراطيه. ايش تحبوا اخر؟ انا نقول لكم الصحيح. اذا كانت الديمقراطيه مش وسيله تنميه للشعوب واصبحت مكبله، راه الشعوب ما تنظرش لينا بنفس الوضعيه. ها فما شعب اللي اسمه الشعب المصري اللي هو 100 مليون 10 مرات اكثر منا. ها فما شعب معناها قاعد يعمل في معجزه اقتصاديه. فما الصين هي ولات هي الاولى في العالم وفتكت الرياده. يعني يجب ان نفكر بانه لابد ان الشعب هذا الموجود ياكل يشرب يلبي حاجياته ويتطور. هالنقطه هذه مهمله 10 سنوات، النقطه هذه 10 سنوات ونحن نتناحر من اجل لا شيء. شنو اللي تروح تخدم في تونس؟ عام 2011 لتوا انا نقول لك جابس مدني. والله يا محمد لولا تدخل نتاعي انا وكل امانه وسي محمد صالح العرفاوي بارك الله فيه وكان وزير تجهيز، لو تروت ما بين صفاقس وجابس التو ما يتحل. وانا اؤكد هذا سي مبروك. انا نقول لك لو تدخلي شخصي وفي مجلس وزاري قلت له مش معقول حلو يا سيدي حتى بشرح حلال هاك الرون بوان تاع نعطيك وضعيه اخرى. تو جابس مدنين اوتوروت 70 كيلومتر عندنا 10 سنوات واحنا نفرعوا فيه. ما نجمش الناس معناها 70 كيلومتر مصر اش نقول لكم؟ تحب تقارن الامور ولا ما تحبش؟ السيسي التونسي اللي تحلم به وتناديه له مبروك ورشيد مش الديمقراطيه لازم يكون الاميرال العكروت. باقي ما جاوبتنيش على سؤالي. حضور الاميرال العكروت في اللمه هذه عندها الزعامه ايضا. ما عندوش معنى اللمه جديده. شوف انا ما نحبش يعني السيسي راه مش معناها عسكري، معناها رجل يقود البلاد بالتنميه. يا اخي انتم تحبوا تشوفوا كان العسكر في الجانب هذايا. مصر راهي وضعيه اخرى في العسكر، تونس ما عندناش كيفها. لازم نقولوا هذا للتوانسه. تعرف مصر اللي 40% من التنميه الاقتصاديه تقوم بها القوات المسلحه المصريه؟ احنا ما عندناش هذايا، بعيده الامور على بعضها. ما تقارنوش الجيش المصري. احنا نحبوا مدني يقود البلاد بقوه وبديمقراطيه نحو الحياه. وقت تكلمت على عبد الفتاح السيسي قلت سيسي في التنميه. انتم اختصرتوا توا، نحيتوا كلمة التنمية وخليتوا سيسي مطلقا. انا مسألة الديمقراطية ما يزيد عليا بعد